أهلا وسهلا بكم أصدقائي المفكرون الصغار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا نجيب المعلمة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. باسمك اللهم نخوض دروبا جديدة، آملين أن لا نتعثر ونقف. كيف حالكم يا صغاري؟ بخير والحمد لله. أخذنا بعضنا لهذا اليوم كان وعد ليان تالا وعساف وفهد، كان تركي ونوف وشمة بتال وعبد الرحمن طاهر وفالح نواف وميان وباسم ثامر الفويز رسيل داليا وأحمد وسعود عبد الإله ودانا وأويس همس وركان مسعود وديالا إياد الأسمري وريم وفايد الجوري وترف نورة وسارة عبد الرحمن البراك وسلمى ومعاد جاسر وزيد وشيخة وتركي نوح ولارا ويزن وإياد النجي. هؤلاء هم أصدقاء المفكرون. من ربنا؟ ربي الله. ديننا دين الإسلام. من نبينا؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول؟ عليه الصلاة والسلام. كم عدد أسماء الله؟ 99 اسم من أسماء الله العزيز الخالق القدوس. كم عدد أركان الإسلام؟ 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. كم عدد أيام الأسبوع؟ 7، بالأمس كان يوم الأربعاء واليوم الخميس. بالأمس يا صغاري كان التاريخ 17 واليوم 18. رقم شهرنا 4 واسمه ربيع الآخر من السنة الهجرية 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ماذا نقول؟ عليه الصلاة والسلام. ما هو حال طقسنا؟ هل هو مشمس أم غائم أم ممطر؟ مشمس. ما اسم بلادنا؟ المملكة العربية السعودية وعاصمتها الرياض. ما لون علمنا؟ أخضر. وماذا كتب عليه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. وشاهد في الأسفل سيف يدل على القوة والشجاعة. هذا النشيد الوطني؟ سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق الأخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني موطني. عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. أحسنتم يا صغاري. من هو ملكنا؟ الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. ومن ولي عهده؟ الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. ما هو كتابنا؟ القرآن الكريم. خير ما نبدأ بصباحنا القرآن الكريم. قال تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. ما هي اتفاقيتنا مع المعلمة؟ ألتزم بالوقت وأجلس بهدوء وأنتظر دوري في الحديث. وحدتنا وحدة المسكن. اليوم سوف نراجع وحدة المسكن. اتحرفنا على ماذا؟ عن المسكن. تكلمنا عن مكونات المسكن: غرفة نوم، غرفة طعام، غرفة المعيشة، المطبخ، دورة المياه. تكلمنا عن معاونهم في المسكن الذي يساعدنا في بناء المنزل وإنشاء المنزل بعد قدرة الله سبحانه وتعالى، من سباك، من نجار، من رجل بناء، رجل ضلاء. أحسنتم. هنا تكلمنا عن مكونات المسكن وعلى ماذا يحتوي. تكلمنا عن الأصوات في المسكن: من صوت الهاتف، صوت الخلاط، صوت غسالة الملابس، المنبه. أحسنتم. عند دخول المنزل يجب الدعاء. ماذا نقول؟ بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. وعند الخروج بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما اسم وحدتنا؟ وحدة المسكن. كان سعيد والمعلمة سعيدة بذلك. الله سبحانه وتعالى أنا مرينا بهذه النعم ويجب شكر الله على هذه النعمة وداعا.